اهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم دلوقتي برنامج التاسعه، والحقيقه انه الواحد بيتشرف انه موجود في برنامج كان فيه احد الاعلاميين الكبار العظام استاذ وائل الابراشي الله يرحمه، واحنا جميعا هنا بنتكلم عنه طول الوقت، طول الوقت بنفتكره وبنفتكر مشواره الصحفي الاعلامي الكبير اللي كان يمكن عنوانه طول الوقت الحياديه وكشف الحقائق دون اي تزييف. يعني متهيألي كلنا جميعا كأجيال اتعلمنا وبنتعلم من مدرسة خاصة اسمها مدرسة الأستاذ الإعلامي الكبير وائل الإبراشي. النهاردة أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضمن مشروع عاش هنا، وضعوا لافتة تحت اسمه، وده بيتم في منزله في مدينة السادس من أكتوبر. وتوجهت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالشكر لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لجهودهم في تكريم اسم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي. طبعا احنا كنا منذ ايام يعني بتحول علينا الذكرى الاولى لوفاه الاعلامي الكبير وائل الابراشي يوم 9 يناير 2022 بعد رحله تعب كبيره بسبب فيروس كورونا. مهم جدا مشروع زي عاش هنا، لانه مساله انه نوثق لتاريخ بلدنا، الشخصيات اللي اثرت في بلدنا. احنا بنتكلم ان هم تقريبا بداوا يمكن في 2017، اشتغلوا يمكن على حوالي 725 شخصيه وما زالوا شغالين، مجالات بقى مختلفه، رموز ورواد مصريين في كل مجالات العمل. يمكن من ابرز هؤلاء من تم يعني عمل لافتات باسمهم عاش هنا طبعا الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، والفنانه شاديه، والاديب الكبير نجيب محفوظ، الفنانه الكبيره هند رستم، الفنان احمد رمزي، غيرهم كتير من الرموز المصريه المؤثره، كل الادباء، كل الفنانين. مهم جدا انه يتم تخليد ذكراهم، انه لما حد من الجيل الصغير اللي ما يعرفش الاسامي دي وما عاش مع الاسامي دي يشوف الاسم ده تحت بيته، يشوف اسم شارع معين يرجع يدور، وبما انهم كلهم طول الوقت قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي فيدخلوا على جوجل ويشوفوا مين ده وعمل ايه في بلدنا. مهم جدا ان احنا نحتفي بكل من اثر في بلدنا، كل من صنع شيء يتم كتابته في التاريخ المصري. مهم جدا ان احنا ننقل ده عبر الاجيال، لانه الحقيقه لو احنا ما عملناش ده ولو احنا ما سعيناش في هذا الاتجاه مع يعني الاجيال الجديده دي، ما اعتقدش ان التاريخ هيوصل زي ما المفروض يوصل. فبنشكر كل القائمين على مشروع عاش هنا. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، وموضوع مهم جدا الحقيقه، ومساله العمل المدني ومؤسسات المجتمع المدني في وسط كل الازمات العالميه اللي بنمر بيها بعد ازمه كورونا والازمه الروسيه الاوكرانيه. الحقيقه انه الجميع هنا بيعول على دور المجتمع المدني وماذا يقدم المجتمع المدني، بجانب طبعا دور الدوله اللي يعني بكل يعني جهود بتتعمل لمساله انه نحافظ على الفئات الاكثر تاثرا بما يحدث عالميا، دور هام جدا. الا انه الرهان يمكن الاكبر على دور المجتمع المدني. خليني اكلم حضراتكم النهارده على قافله اطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، ويمكن احنا النهارده بنتكلم عن المرحله 17 من هذه القوافل، القوافل بعنوان ستر وعافيه. القافله كان مكانها في قريه الحمولي في كمان وتوابعها بمركز يوسف الصديق في محافظه الفيوم. بنتكلم على 13 كيان من كيانات التحالف الوطني كانوا مشاركين وبيقدموا خدمات لعدد، احنا بنتكلم في 15,000 مستفيد من خلال كمان وجود 2000 متطوع. والحقيقه ان مساله التطوع دي مساله هامه جدا، وبعدها المجتمعي وبعدها النفسي على المتطوعين كبير جدا. ويمكن لما تتكلموا مع حد من المتطوعين في مؤسسات المجتمع المدني يقول لك ان انا بستفيد بشكل كبير جدا من خلال ان انا اكون موجود في القوافل دي، بستفيد على المستوى الانساني، بستفيد على المستوى النفسي لما بشارك في هذه القوافل. فده بعد تاني خالص للمتطوعين داخل هذه القوافل. طيب قوافل ستر وعافيه ده الحقيقه انه بيجي بعد توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الاولى بالرعايه والاكثر استحقاقا، وكمان ده مع جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وفقا لخطه للحمايه الاجتماعيه الخاصه بالتحالف. نقدم ايه لهذه الاسر؟ ايه اوجه الدعم اللي بتقدم لهذه الاسر الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا؟ دلوقتي معانا على التليفون النائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب. مساء الخير على حضرتك يا فندم. يعني احنا بنتكلم على انه دي المرحله 17 من قوافل ستر وعافيه، عايز اعرف
أبرز الخدمات اللي بتقدم للأهالي في محافظة الفيوم من خلال قوافل ستر وعافية. وطبعا زي ما حضرتك قلت في المقدمة إن ده تركيز خان تركيز على التحسيسي واللي حضر المؤتمر الأول للتحالف الوطني العام للأهلي التنموي وأشاد بما قام به التحالف الوطني وطلب من التحالف المزيد في ظل الظروف اللي تمر بها الدولة وتمر بها العالم كله. فاستمرار لوجود التحالف النهارده المحطة قطار ستر وعافية وصل للمحطة 17 ومحطة الفيوم يعني مركز يوسف الشديد قرية الحمودي. طبعا القافلة متنوعة ومتعددة وفيها كل التخصصات لأن في 13 كيان بيقدموا الخدمات كلهم في مجال تخصصه. ففي طبعا في خدمات علاجية بتتكشف على المرضى في القرية والقرى التوابع بيشوفوا الضغط بيشوفوا السكر بيشوفوا الكشف المبكر لسرطان بنشوف الامراض المزمنه بنكشف على العيون عمل مخدرات ده الجزء الطبي اكتشاف حالات القلب حالات اللي عندها روماتيزم مع القلب او غيره. ايضا في الدعم الغذائي احنا بنتكلم فيه اكثر من 9000 وجبه غذائيه ساخنه و5000 كرتونه 9000 كرتونه و5000 وجبه غذائيه بنتكلم عن حوالي اكثر من 70000 حاجه. بنتكلم ايضا على دعم المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر ايضا في الموضوعات الخاصه. عايز اسمع حضرتك سياده النائب عن سياده النائب عايز اسال حضرتك عن دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه. شكل الدعم هنا ايه المقدم للشباب في مساله المشاريع الصغيره والمتوسطه وازاي بيكون في اتصال ما بينكم وما بين الشباب دي وايه اللي مقدم ليهم؟ هل مشاريع افكار لهذه المشاريع ولا تمويل لهذه المشاريع ولا الاثنين؟ هو الاثنين طبعا موجودين. مثلا في مؤسسات بتدعم فرص العمل للشباب من خلال مثلا مشروع خاصه اللي هو الشاب او الاسره اللي هي عندها ظروف مرضيه معينه وغير قادره على العمل بشكل كبير بيتعمل لهم كشك بيجهز جميع المستلزمات ودي التجهيز كامل وبيتعمل له الترخيص. برضه بعد الامكان يتعمل له محلات بعد مثلا بعض السيدات المرأة المعيرة بيديهم يعني مثلا بالوكاله ممكن يقدر يضيف بيها. بالاضافه لما لو الشباب عايز مشروعات بنوصلهم للصندوق الاجتماعي ايضا من ضمن القافله اللي هي دعم يعني كبار الابواب كبار السن بتقديم الدعم ليهم مادي في صوره مساعدات ماديه. ايضا الاضافه بتقديم كراسي متحركه وبعض يعني الاجهزه اللي هم بيحتاجوها. ايضا بالنسبه للتوعيه لقضايا كثيره جدا زي التوعيه الصحيه وقضايا تنظيم الاسره والصحه التجاريه يمكن التكلفه تطلع حوالي 5 مليون جنيه ودي طبعا اكبر القوافل اللي تمت في تاريخ مصر. الاثنين القوافل تماما كانت قوافل احنا مقتصره على كيان او اثنين او ثلاثه. 13 كيان من اكبر الكيانات على مستوى الوطن كلهم بيساعدوا وكلهم بيدعموا ووجود اخرين متطوعه في خدمه 15000 نسمه ده شيء غير مسبوق على مستوى يمكن مصر بل على مستوى العالم. سياده النائب عايز اسال حضرتك عن قيمه التجمع ده لما نشتغل 13 كيان مجتمعي مدني بيشتغلوا تحت سقف التحالف الاهلي للعمل التنموي. قيمه التجمع ده احنا قبل كده كنا بنشتغل كل مؤسسه مشكوره بتعمل شغلها بس لوحدها وعليه بنشوف يعني جهات ما او اماكن ما ومجتمعات ما وصل لها تنميه بشكل كبير وصل لها مساعدات بشكل كبير واخرى بيتم اهمالها بشكل كبير. وطبعا ده جزء من اهداف التحالف ان احنا نصل الى الاسر الاكثر احتياجا اساس عمليه الزوجيه اللي ممكن جمعيه تدي الاسره وجمعيه ثانيه تدي نفس الاسره بينما اسره ثانيه محرومه. ده هدف من الاهداف. وايضا الهدف الكبير جدا هو التكامل في الخدمات. يعني انا بقول مثلا انا اقدم له مثلا مواد غذائيه بس هو كمان محتاج ان هو نبص عليه نشوف عنده قصر نظر عنده طول نظر طب عنده سكر او عنده ضغط يبقى عنده خدمه علاجيه. طب هو البيت بتاعه عايز سقف او عايز مياه شرب او صرف صحي نقدمها له. يبقى هو التكامل في الخدمه ودي مساله غايه فروقية. يعني هي دي الحياه الكريمه اللي الرئيس اطلقها ان انا اوفر له سواء الغذاء سواء المسكن الملائم الحياه الملائمه. فدي التكامل دي الجديد هو التكامل في الخدمات. تاخد 13 تحالف 13 جمعيه 13 كيان كلهم بيطلع احسن ما عنده.
وطبعا يعني لما يبقى في 13 واحد بيخدموا شخص غير واحد او اثنين او ثلاثه بيخدموا شخص. صحيح. كان قبل كده خاصيه التغذيه الطبيه فقط، قافله غذائيه فقط، توفيقا مثلا للبنيه الاساسيه فقط، لا دلوقتي القافله بتنزل القريه ما يعني ما بتنزلش حاجه في القريه، اي مواد في القريه هيستفيد منها. لو زرع عاق هيستفيد، لو كبير كبير سن هيستفيد، مريض هيستفيد، مرأة معيرة هتستفيد. يعني كل الاسر كل الاسر اكثر احتياجا هتستفيد. وديت بتعمل نقله كبيره جدا، وهي دي صوره صوره محترمه للتكافل اللي احنا بنقول للعالم كله. دي مصر، دي مصر اللي هي عندنا بنؤمن ايمان كامل بالتكافل الاجتماعي، وبنؤمن بالتراحم العلمي، لان النهارده الناس في ظل الازمات المفروض الكل يتكاتف عشان يعني نخفف الضغط على المواطنين. وده طبعا توجيهات فخامه الرئيس اللي هو حريص كل الحرص، والمجتمع الاهلي طبعا استجاب لده، واحنا سعداء جدا يعني تحرك المجتمع الاهلي سعيد جدا بما يعمله. وزي ما قلت لحضرتك وحضرتك عندك معلومه اكيد ان عام 2022 ما تم صرفه 14 مليار جنيه. برضه من ضمن المشروعات اللي تمت النهارده تمويل المزارعين، هم احتاجهم في زراعه اجدنه من القمح وفول الصويا. يعني عايز اقول احنا بنتكامل بشكل كبير جدا، ودي تجربه يعني جديده وتجربه رائعه وتجربه فريده لم نشهدها من قبل، ان يكون هذا العدد و23 دول قابلين للزياره، واحنا بنزود العدد عن كده. وفي نفس الوقت احنا يعني بيبقى تحديد القرى بشكل دقيق جدا. يعني تحديد القريه بتبقى القريه الاكثر احتياجا، على اساس ان احنا عايزين نضمن ان المساعدات اللي رايحه من تصل لمستحقيها المحترمه تصل الى اكثر الناس استحقاقا. صحيح. ويمكن هذا التكامل بين كل هذه المؤسسات الخاصه بالمجتمع المدني بتتعاظم الفائده، وده اللي احنا محتاجينه بالظبط في هذه الفتره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده نائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. دلوقتي سيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما معانا. أهلا بحضراتكم من جديد. قضية سقف الدين الأمريكي أعتقد أنه حديث الساعة. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة وهي أكبر اقتصاد في العالم بتتعرض لخطر التخلف عن سداد الديون الحكومية. بنتكلم عن الإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة في مسألة تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد، وهو دلوقتي وصل ل 31.4 تريليون دولار. يعني ايه الكلام ده وانعكاساته ايه على الوضع الاقتصادي الامريكي وعلى المواطن الامريكي؟ خلينا نفهم مع حضراتكم ايه اللي بيحصل معانا دلوقتي على التليفون. دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ويعني لو تقول لنا ماذا يعني الوصول لسقف الديون الامريكي وماذا يحدث بعد ذلك؟ مساء الخير لحضرتك طبعا ولكل مشاهدين انا الكرام. الازمه دي ازمه عميقه بقالها فتره على الساحه، والاقتصاديين ياما حذروا منها ليست في امريكا طبعا فقط ولكن في العالم كله، ولكن طبعا ظهرت اكثر كلما بان يعني او انكشف الوضع الاقتصادي العالمي. تداعيات الأزمة الاقتصادية بانت واضحة أمام الاقتصاديين من جائحة كورونا، يعني تقريبا من 2020. هي طبعا لها تداعيات أكتر من كده، ولكن طبعا كلنا نتذكر أزمة اليونان، كلنا نتذكر أزمة لبنان الدولة العربية الشقيقة. دول كثيرة يا فندم بتتخلف عن سداد ديونها للخارج، وده بيعتبر أزمة اقتصادية كبيرة. ولكن النهاردة على الساحة الإعلامية أمريكا وضح أمام العالم إزاي انكشفت في وصولها لسقف الدين، سقف الاقتراض بتاعها طبعا وفق الميزانية الخاصة به. الرقم التقريبي اللي هي مقترضة الرقم الإجمالي 31.5 تريليون دولار. وطبعا علشان يتم الاقتراض من الخارج تاني او يكون في مزيد من اطروحه السندات بالنسبه لهم لازم تاخد موافقه الكونجرس. عشان كده طلعت وزيره الماليه وقالت للكونجرس، الكونجرس دلوقتي عندهم اللي هو زي ما بيسميه كده مجلس النواب او مجلس الشعب عندهم،
مجلس الشعب عندهم طبعا في التجديد النصفي اكيد كلنا نعلم ان هو ابتدى يكون الصفه الغالبه فيه الجمهوريين. صحيح. الجمهوريين دول بيكونوا معاكسين للسياسه للديمقراطيين اللي هم الحزب الاخر. وللاسف رئيس امريكا من الديمقراطيين فبقى في صراع شقاق سياسي على مساله رفع سقف الدين. الدين يعني الكونجرس او اللي هو مجلس النواب هناك هيوافقوا لهم ان هم يزيدوا من حركه الديون ولا لا؟ علشان كده وزيره الماليه في امريكا بتصرح امام العالم وبتصرح امام الكونجرس وبتقول لهم ادوني اتاحه ان انا ابتدي استخدم ادواتي ان احنا نفتح تاني لسقف الدين اكتر من 1.5 تريليون دولار. ده بتدي انذار مبدئي. طب ده نتيجته ايه؟ بتنعكس على المجتمع الامريكي ان ده شفناه اكتر من مره كاقتصاديين لو ما سمحش بفتح الدين هتتخلف عن السندات، يعني بمنتهى البساطه مش هتدفع ثمن السندات اللي هي اقترضت بيهم. ده يا فندم ناتج عن ايه؟ ناتج عن دخول الكثير من الصرف الامريكي على الحروب. حرب في اوكرانيا، شايفين حضراتكم اللي هي المنح الكبيره اللي بتديها امريكا للمجتمع الاوكراني او للدوله الاوكرانيه في مواجهه الحرب مع روسيا عشان تزداد اشتعاله، دي نمره واحد. طب نمره اتنين ايه كمان؟ رفع اسعار الفايده من جراء التضخم. فالامور يعني السياسات الشديده للفدرالي الامريكي هنا سبب اخر بجانب الشق العسكري. بالظبط. ما هو شهاده التشدد دي يا فندم عباره عن ان هم كلما رفع سعر الفايده ده بالنسبه له بيواجه تحدي اخر امام الاقتصادات العالميه. وده ما الاقتصاد الامريكي زي ما بيقول كده اذا مرض العالم كله. وليه؟ لان عمله الدولار باينه وواضحه امام العالم كله النهارده في التداعيات الاقتصاديه. الامر الاخر اللي احنا بنتكلم عنه ده مش دولة واحدة، ده منطقة أوروبا كلها أو ما بيسمى بمنطقة اليورو. صحيح. فيها أزمة أيضا. النهاردة حضراتكم تعلموا جيدا أن في مظاهرات في فرنسا. صحيح. أسبانيا نفس الحال. الأمور دي النهاردة بتزداد تعقيدا. ليه؟ لأن منطقة اليورو أو منطقة أوروبا من أكثر الدول تشغيلا في العالم. خلاف ذلك كمان ان في ازمه اقتصاديه عالميه ما بيسمى بالركود الاقتصادي. الصين عندها نفس الحكايه. طب مين بيحذر ده كله؟ الامم المتحده. بتحذر ليه؟ بتحذر لان بيشوفوا ان العالم هيزداد فقر او عدم سداد الديون او ان العالم هيبتدي يقترض اكتر. فده هيواجه هيكون في مزيد من الفقر. انا عايز اسال حضرتك يا دكتور، هل معايير الاقتراض دي بتختلف من دوله لاخرى ومين يحددها؟ في اليات اكثرها انتشارا هي ما بيسمى بالتصنيف الائتماني. التصنيف الائتماني في الدول يا فندم كل دوله ممكن تقترض، مفيش مشكله طالما في حدود التصنيف الائتماني باسعار فايده مقبوله. ولكن امريكا نموذج مغاير لكل الامور دي. امريكا لان نعلم جيدا ان امريكا بتطبع في الدولار ده ما بيساويش قيمه الورق، فبتدي تقدر إتاحة ضخ أموال داخل المجتمع الأمريكي أو داخل الأسواق الأمريكية بالتريليونات. نعلم أن الرئيس السابق اللي هو ترامب طبع زي ما بيسمى كده في حدود 6 تريليون دولار. ده رقم كبير جدا. ده انعكس على العالم بأن التضخم زاد من المستوى الطبيعي لمستويات مضاعفة. دي نمرة واحد. لما جه الرئيس بايدن حاول ان هو يحجم هذا التضخم اضطر يبتدي يرفع اسعار الفايده. واجهته الحرب في روسيا واوكرانيا فابتدى يزيد من حركه كمان دخول صرف الاموال اكثر. فاستهلك اللي هو ما بيسمى بالقرض اللي كانوا واخدينه حوالي 2.5 تريليون دولار. علشان كده وزيره الماليه النهارده قالت لهم ان هي تقريبا ال 2.5 تريليون دول قربوا يخلصوا. بعد كده مش هتعرف تصرف تاني. وتتحدث هي اليوم عن اجراءات استثنائيه لإنقاذ سمعة أمريكا حسب ما جاء على لسان وزارة الخزانة اليوم. أي إجراءات استثنائية تتحدث عنها؟ بكل تأكيد لازم تلجأ لتاخد موافقة الكونجرس عشان تعيد زيادة اللي هو ما بيسمى بالدعم المالي اللي يتيح ليها أخذ استثمارات زيادة، يعني بمنتهى البساطة يكون في طبع للأموال أكثر أو إن هي تكون تقترض أكثر من العالم الخارجي. لكن في رغم الصعوبات اللي احنا بنشوفها دي
هي ده للاسف الازمه اللي احنا بنتكلم عنها. الازمه دي النهارده مفيش هيبقى طرح زياده في الاموال، ازمه سياسيه داخل امريكا وزياده التداعيات في رفع اسعار الفايده، وخاصه ان الدولار مقابل العملات الاخرى اللي هو بيسمى مؤشر الدولار ابتدى ينخفض جزئيا، فده الارتباك اللي داخل الوضع السياسه داخل امريكا، السياسه الماليه يعني السياسه النقديه. وده اللي دايما كان الاقتصاديين بيحذروا منه، كل ما دوله بتطبع اموال بتتراكم عليها زياده في التضخم او بيكون في زياده في مشاكل عدم السداد. وده التصور العالمي. وبقول لحضراتكم ان ده لحق بيها عدد من الدول زي فرنسا، اسبانيا، البرتغال، ايرلندا. ده تصور يا فندم مش من السنه دي بس. بس هو النهارده اللي احنا بنتكلم فيه اكثر شيوعا في الاعلام وفي العالم كله، او تخوف الاقتصاديين من العالم، هو الوضع اللي في امريكا اللي اعلنت عنه وزيره الماليه النهارده او بالامس يعني كمان، وكان واضح جدا في حديث الفدرالي الامريكي اكثر من مره ان الصعوبات كلما هيرفعوا سعر الفايده اضطر يقترضوا باسعار اعلى فيتراكم اكثر من الديون على امريكا. وهو ده الحال الاقتصادي العالمي للاسف اللي احنا في الوقت الراهن ان احنا دخلنا بيه 2023، وملامحه بتيجي من البنك الدولي ومن صندوق ان ازمه الاقتصاد العالمي النهارده بيتجه نحو الركود، وامريكا بتخاف من ان زياده البطاله عندها. هناك حديث عن ازمه عقارات ايضا ممثله لما حدث في 2008. بالظبط كده، بس ده اكثر عمقا. ليه؟ لان ازمه العقارات كانت ممكن يتم محاصرتها فقط لا غير، ولكن احنا النهارده بنتكلم ان الازمه الاقتصاديه في امريكا مؤثره على العالم اكثر، ده تبعياتها اكثر على العالم كله. واعتقد كمان يا دكتور احنا بنتكلم عن تبعيات مجتمعيه اكثر طبعاً منها سياسيه. طبعا، وده للاسف يمكن مصر اتكلمت فيه. تذكروا حضراتكم حديث السيد الرئيس مع مجموعه العشرين ان لازم مجموعه العشرين اللي هم اكبر 20 دوله تغير من سياستها للإقراض العالمي. مثال لأن طبعا هتتأثر بها الدول الفقيرة خاصة في إفريقيا، وأن يكون في مواجهة أولا يا إما لحذف بعض من الديون للدول علشان تقدر تكون للمجتمعات دي بريق من الأمل في التشغيل. نمرة اتنين يا إما جدولة الديون دي أو ما بيسمى بإعادة التصور، أن يكون ليها تصور اقتصادي زي استثماري اللي هو بيسمى بمبادلة الديون، أو إن يكون النهارده في فكرة جديدة النهارده العالم يبتدي يتجه بيها إن يكون الأقساط الديون دي مؤجلة، يعني يبتدي الديون دي تؤجل بقى 4-5 سنين علشان العالم خرج من جائحة كورونا بأزمة اقتصادية وليس وباء فقط لا غير. وده حديث العالم أكثر من سنتين يا فندم يمكن كلنا نتذكره، أو 3 سنوات. صحيح، يعني اقتصادات العالم لم تتعافى من أزمة كورونا ودخلنا الأزمة الروسية الأوكرانية. بكل التأكيد، وطبعا أزمة كورونا دي جابت معاها عدد من الأزمات، جابت سلسلة من الأزمات. جائحة كورونا ما زالت طبعا العالم كله النهاردة بيتحدث عنها بدرجة أخف يعني حديثا، ولكن تأثيراتها بسلاسل الإمداد. النهاردة حضراتنا كلنا بنشوف الصين لسه ما زالت لم تتخارج أو تتعافى يعني تعافي كامل لتكون اللي هي قادرة على التصدير لمنتجاتها أو إن الدول تستورد. خلاف ذلك الصراع القائم ما بين أمريكا وما بين الصين، الحرب التجارية ما زالت حتى وقتنا الراهن في السيطرة على العالم. علشان كده بنشوف دلوقتي ملامح تشكيل اقتصاد جديد. يا ترى اليوان ممكن يحل مكان الدولار جزئيا؟ هل يا ترى الروبل ممكن يساعد في حل هذه الأزمة؟ هل يا ترى العالم النهارده هيحجم الازمه الروسيه الاوكرانيه دي يعني تتوقف جزئيا عشان التداعيات دي او انعكاساتها على العالم هيستمر اكتر من 2-3 سنين؟ لسه مش عارفين. التحذيرات دي كلها لم يصغى ليها او لم يستمع ليها اللي هم صناع القرار سواء بقى في امريكا في اوروبا، اللي هي الحرب اللي دايره وانعكاساتها الاقتصاديه اكيد كلنا لامسين هذا الوضع. عظيم، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. دلوقتي هسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعده نكمل، خليكم مستنيين. أهلا بحضراتكم من جديد. لقاء القمة المصرية لكل عشاق الكرة المصرية بكرة بإذن الله ما بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وده ضمن الجولة الـ14
من البطولة. الأهلي بيتربع على صدارة الدوري برصيد 31 نقطة، الزمالك في المركز الرابع. القمة دي يعني مختلفة بشكل كبير لأنه الأجواء يعني سخنة جدا من بداية الموضوع، يعني احنا بنتكلم عن أزمة كهرباء واللي حصل واستبعاده قبل كده، ورجع لعب في ماتش سموحة وعمل أداء كويس جدا، الناس كانت كلها بتتكلم عنه، كان عنده يعني حماس بشكل كبير للمباراة. كمان استبعاد فتوح وعبد الله جمعة لأسباب يمكن كانت مفاجأة للجماهير، وغيابات بقى كتيرة في الأهلي بسبب الإصابة. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن لقاء القمة. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير على حضرتك، ومن وجهة نظرك كده مين الأجهز والأقرب للفوز في هذه القمة؟ مساء الخير على حضرتك أمين، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. مباراة القمة دايما ملهاش أي علاقة بأي معايير أو مقاييس قبل منها، الفوز دايما أو الانتصار بيكون حليف الفريق الأجهز خلال 90 دقيقة، مش شرط حالتك إيه قبل المباراة، المهم حالتك إيه في المباراة. لو هنتكلم عن الفريقين سواء الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك، هنلاقي كل الفريق عنده نفس الأزمات بس بطريقة مختلفة. يعني لما نيجي نتكلم عن نادي الأهلي، هنلاقي الأهلي الفترة الأخيرة منتشي بعدد من الانتصارات، آخرها كان بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر، لكن كولر اصطدم أيضا بفكرة الإصابات الكثيرة اللي ضربت الفريق وهتؤدي لغيابات في العناصر الأساسية، غيابات كثيرة زي ياسر إبراهيم، متولي، محمد عبد المنعم، برونو سافيو، وكمان بيرتي تاو ما شاركش في التدريبات، لسه مش جاهز على العناصر اللي غايبه. ازمه فنيه كبيره بالنسبه لكولر وللنادي الاهلي. يعني بيرتي تاو وطاهر مش جاهزين زي ما بيقال؟ مين؟ بيرتي تاو وطاهر مش جاهزين للمشاركه؟ لا لسه، لا طاهر ربما يكون في القايمه، لكن بيرتي تاو لسه لن يكون جاهز. معلوماتنا داخل النادي الاهلي بتؤكد ان اللاعب لسه ما يعني ما وصلش 100% من جاهزيته للمباريات، وبالتالي سيكون غدا من اللقاء. محمد هاني طيب. بيريرا ومعسكر الزمالك. بسأل حضرتك عن محمد هاني. هل هيشارك؟ مين؟ محمد هاني. محمد هاني موجود جاهز، مفيش أي مشكلة، بس هو لسه يعني الاختلاف في محمد هاني هل هيشارك كباك يمين ولا مساك؟ طبعا في أزمة في الدفاعية، ولا هيشارك كمساك؟ لو هيشارك كمساك هيكون مكان الوافد الجديد من سموحة خالد عبد الفتاح في الجهة اليمنى، وربما يكون لكولر فكرة أخر إن نشوف أيمن أشرف جنب رامي ربيعة، محمد هاني زي ما هو باك يمين، وإن كانت دي مستبعدة لأن في الفترة اللي فاتت أيمن أشرف بعيد تماما عن المباريات منذ انطلاق الموسم. طب وكهربا هل هيشارك بكره بنفس الطريقه اللي شارك بيها في سموحه راس حربه؟ كهربا قانونيا، عايز اقول لحضرتك ان كهربا يعني من الناس اللي كان كولر خلال الايام اللي فاتت دي كلها بيركز مع كهربا. اولا هو وجد ضلته في كهربا بحاجتين، كهربا ما بيلعبش مهاجم، لكن كولر لما لعب في مباراه سموحه وخلال التدريبات والمباريات الوديه اللي سبقت مباراه سموحه، ان كان بيتم تجهيزه على اعتبار ان كان هناك علم مسبق بامكانيه مشاركه كهربا بدايه من يناير، فكان بيلعب كمهاجم اللي هو المهاجم التارجت او الوهمي اللي بيحبه كولر، اللي لقاه في بيرتي تاو، بس بيتابع بعد بيرتي تاو، لان كهربا لاعب سريع جدا، عنده مهاره بيجيد التعامل في مواقف واحد ضد واحد، كمان عنده قدره عاليه على الفينش، شفناها في الهدف الثالث امام سموحه، الكوره بتجيله بيقدر يحطها باريحيه داخل الشباك، ده الفعاليه او النجاعه الهجوميه اللي بيتكلم عليها اللي بيفتقدها كولر في المهاجمين اللي موجودين عنده اللي بيضيعوا فرص كتير. علشان كده خلال الايام اللي فاتت كان في جلسات مع كهربا لتجهيزه، كمان مش تجهيزه فنيا بس، تجهيزه نفسيا، ازاي يقدر يعدي الاستفزازات او الهتافات اللي هتكون اكيد موجوده من قبل جماهير نادي الزمالك اللي هتكون مؤازره في اللقاء. حضرتك عارفه الحساسيه او الحماس اللي بين الجمهورين، فاكيد كهربا اتعرض لاستفزاز من جمهور نادي الزمالك، فكان بيتم تجهيزه بالذات للاستفزاز. ان شاء الله احنا نتمنى من الجمهورين الالتزام طبعا، وده اللي احنا مهم جدا طبعاً ان احنا نتكلم عنه، ان احنا نتكلم عن ماتش ممتع كرويا، وكمان نتحلى بالاخلاق اللي احنا بنتمنى ان احنا نشوفها طول الوقت من الجماهير من الناحيتين. طبعا، وكمان رابطه الانديه اللائحه بتاعتها واضحه وصريحه، اي جمهور هيتجاوز ويخرج عن النص طبعا هيتم معاقبته فورا سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك. لكن طيب ندخل مع حضرتك ليه كمان الزمالك ومشاركه عبد الله جمعه وفتوح. طيب عبد الله جمعه واحمد فتوح كلنا اكيد فاكرين الازمه الشهيره اللي كانت عقب مباراه الداخليه، واتهمهم ببعض بتناول بعض حاجات لم يثبت صحتها حتى الان، لكن هم في الفتره الاخيره
فيريرا اداهم برنامج تدريبي، حسوا ان هم مش جاهزين بدنيا او بعد غيابهم فتره، ان عبد الله جمعه يعني ما كانش بيشارك بصفه اساسيه، فبتروح انقطع عن التدريبات لمده يومين بالتالي فمش جاهز فنيا بدنيا عفوا، فبالتالي المدير الفني منحهما برنامج تدريبي. لسه البرنامج بحسب المعلومات اللي جايه من نادي الزمالك لسه البرنامج ده لن يتم الانتهاء منه، وبالتالي الثنائي لن يكون موجود امام نادي الاهلي. عدا ذلك مفيش اي غيابات داخل نادي الزمالك، لكن الازمه داخل نادي الزمالك هو عدم الاستقرار الفني، مش استقرار فني في التغييرات لا، ضايعه في الفتره الاخيره شفنا نتائج كتير ممتازه لنادي الزمالك، بيخرج امام بيراميدز وما بيقدرش يوصل للمباراه النهائيه في كاس مصر، ما حققش الفوز منذ انطلاق العام 2023، كل دي ازمات بتؤثر على نادي الزمالك، لكن تبقى مباراه القمه زي ما ذكرت لحضرتك خارج دايما اي معايير او اي مسبقات قبل المباراه. عايز اسال حضرتك برضو عن يعني التشكيل المتوقع للزمالك، والناس بتتكلم عن عمر جابر هيلعب باك شمال ولا هنشوف عبد الشافي؟ الناس كان يعني البدايه في المباراه اللي فاتت امام بيراميدز كان عمر جابر باك شمال ووجود او حمزه المثلوثي عفوا باك شمال وعمر جابر، وبعد كده تم تغيير الخطه وتم الدفع بيه محمد عبد الشافي الذي اجاد وظهر بمستوى طيب جدا، عشان كده الناس ابتدت تتكلم عن فكره الدفع ومشاركه محمد عبد الشافي كباك شمال، لكن تبقى السريه مطروحه في كلا الفريقين، كل معسكر يعني بيخفي التشكيل والعناصر الاساسيه وتدريبات سريه، محدش عايز يفصح عن اي معلومات او اي حاجات ملامح للتشكيل، بس زي ما احنا بنقول لما نبص للعناصر اللي موجوده في كلا الفريقين يعني خلاص التشكيل شبه معروف، ربما نلاقي مفاجاه او مفاجاتين سواء هنا او هنا. طيب كمان عايز اسال حضرتك، انا عارفه انه مباراه القمه ما بيبقاش ليها يعني توقعات، لكن دايما الناس بيبقى احيانا عندها توقعات، توقعات حضرتك للماتش ايه؟ توقعاتي للماتش اتوقع ان يعني طبقا للمعطيات والنتائج الاخيره اتوقع ان النادي الاهلي هو الاقرب للفوز، لكن يمتلك الزمالك مدير فني على مستوى عالي، يمتلك لعيبه عندها خبرات ربما يقدروا يحققوا الفوز، لان المباراه دي بالنسبه لنادي الزمالك هتبقى بمثابه عنق الزجاجه، لان الزمالك في المركز الرابع، اي فقدان للنقاط مع النادي الاهلي هيوسع الفارق، خلاص النادي الاهلي عنده مباراه واحده وبعد كده هيسافر يلعب كاس العالم للانديه، هيبقى في مشاكل كتير فنيه في داخل نادي الزمالك لو تعرض للهزيمه امام النادي الاهلي، وبالتالي الدوافع موجوده عند لاعبي نادي الزمالك كدوافع فنيه طبعا موجوده في النادي الاهلي لكنها اكبر داخل نادي الزمالك، ولما نبص للنادي الاهلي هنلاقي ان هو الدوافع فوز بلقاء القمه ده اكبر دافع في حد ذاته، وبالتالي رغم الغيابات اكيد الجمهور اللعيبه عايزه تفرح الجمهور لانها تاخد دفعه معنويه قبل السفر لكاس العالم للانديه. وحضرتك بتتكلم عن كاس العالم للانديه، هل احنا في انتظار صفقات اخرى في النادي الاهلي؟ ولو بنتكلم على وجه التحديد مشكله الهجوم اللي موجوده في النادي الاهلي، فاحنا بنتكلم عن مهاجم محتمل لانضمام للنادي الاهلي قبل كاس العالم للانديه؟ طيب لحد اللحظه اللي بكلم فيها حضرتك دي مفيش اي مفاوضات رسميه مع اي مهاجم ناديه، يعني لحد دلوقتي في قائمه فيها مجموعه من اللاعبين المهاجمين الاكفاء سواء في اوروبا او امريكا الجنوبيه او البعض منهم في افريقيا، كل القائمه دي مطروحه امام المدير الفني، ويعني كان بنتكلم فيها عن بعض اللاعبين، لكن لسه كله في انتظار نتيجه مباراه الزمالك، اعتقد بعد مباراه الزمالك ربما يتم انهاء صفقه المهاجم، لان كولر متمسك جدا 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 بوجود مهاجم افريقي، ايضا الجمهور متمسك بفكره التعاقد مع مهاجم، لان النادي الاهلي وادارته يعني حمسه زي ما بنقول كده اللي هي ايه طمنت الجماهير في بدايه الموسم ان الصفقات قليله، لكن في يناير هيتم الدعم بشكل كبير، وبالتالي الجمهور في انتظار تنفيذ الوعود من قبل اداره النادي الاهلي. احنا في انتظار مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هاني عبد الصمور، شكرا جزيلا على وجودك معانا. واحنا بنكلم حضراتكم عن مباراه القمه غدا ما بين الاهلي والزمالك، مهم، احنا شعب بيحب الكوره، واحنا شعب بنستمتع بالكوره، وبنقعد كعيله كده فيها ناس زملكاويه وناس اهلاويه، نقعد نشاكل كده في بعض ونغيظ في بعض، والفريق ده يجيب جون والفريق ده يجيب جون، لكن المهم ان احنا نكون مستمتعين ومبسوطين من غير ما حد يتحمق، ومن غير ما حد زي ما بيقولوا كده دمه يفور والحاجات اللي هي زياده عن اللزوم دي، في الاخر الكوره متعه، خلينا نستمتع وننبسط من غير ما يحصل حاجة محزنة لا قدر الله بسبب التفاعل الزيادة والانفعال الزيادة بسبب الكورة. ويمكن كلنا تابعنا الخبر من أيام توفى كبير مشجعي الإسماعيلي عماد لبيب، جات له أزمة قلبية بعد ما الإسماعيلي خسر من المقاولين العرب
حصل له أزمة أثناء المباراة وتم إسعافه، وبعدين بعد المباراة تجددت الأزمة واتنقل للعناية المركزة، حصل له هبوط في الدورة الدموية وتوفى. طبعا الخبر يعني زي ما بقول لحضراتكم هي مسألة الانفعال الزيادة، وإحنا بنشجع ممكن لا قدر الله حد يخسر حياته، فالمسألة هنا قلبت بقى، ما بقتش الكورة اللي إحنا بنحبها وبنستمتع بالماتش ونقعد كده كعيلة فيها أهلوية وفيها زملكاوية وفيها إسماعيلوية نتفرج على الماتشات ونستمتع. إزاي نحافظ على نفسنا من الانفعالات الزيادة في حياتنا؟ نتكلم مع حضراتكم دلوقتي بالتفصيل مع دكتور شريف أستاذ الصحة العامة. أهلا بحضرتك يا دكتور. وإزاي دكتور ممكن الانفعال الزيادة المبالغ فيه بسبب ماتش كورة أو غيره يؤدي إلى الوفاة؟ أهلا بحضرتك الأول، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا الموضوع مهم جدا، وخصوصا في التوقيت اللي هو عندنا ماتش قمه بكره ما بين الاهلي والزمالك، فمهم جدا ان احنا نعرف ازاي نوقف نفسنا عن التوتر الزياده اللي ممكن يؤدي الى مشكله صحيه. حتى انا عايز الفت نظرك انه ممكن حتى لو ما حصلش وفاه بيحصل صدمه عصبيه، بيحصل اكتئاب، بيحصل توتر، بيحصل قلق، كل دي حاجات تستدعي مننا ان احنا ناخد بالنا جدا. فخليني ابدا معاك الاول اقول ازاي اعمل وقايه لنفسي من هذه الانفعالات وهذه المشاعر اللي بتغلب على الانسان. اول حاجه انك انت تقف على ارض الواقع، هتقول ده ماتش هيعدي وده وارد، في غالب وفي مغلوب. ردد جوه نفسك الكلام ده كتير علشان توصله لنفسك ولعقلك الباطن ان الماتش فيه غالب وفي مغلوب، وفي حد هيبقى فايز وفي حد هيبقى مغلوب، وممكن هو يبقى اسعد مني وانا ممكن ابقى اسعد منه مره، وبالتالي انت هتحط الماتش في حجمه الطبيعي انه مجرد لعبه يا جماعه للمتعه وللتسليه وبرضه للمنافسه وللاستثمار وكل حاجه. الحاجه الثانيه انه لو في حاله لا قدر الله بالنسبه لك انت طبعا بتبقى مشكله كبيره ان الفريق بتاعك يتغلب، بنقول انه انت بيحصل لك حاله من الاكتئاب والتوتر، فانت في الحاله دي ما تبعدش عن الناس، عايزك تبقى اجتماعي بقدر الامكان، تختلط بالناس اللي حواليك علشان تبعد عن حاله الاكتئاب دي. اقعد مع اسرتك عادي جدا، اخرج مع اصحابك، اتكلم معاهم واتكلم معاهم في نفس الموضوع. بمعنى ده يا دكتور لو الأسرة ليها نفس الانتماء الكروي، لأنه أحيانا بتكون ست زملكاوية وجوزها أهلاوي والعكس. ما هو أنا بوجه الخطاب ده للأسرة بالكامل، لي وليها وللأصدقاء اللي هم من فرق مختلفة وبيشجعوا أندية مختلفة، إنه أنت خليك دايما حافظ في بالك إن الهزيمة واردة جدا، وإنه ده احتمال. أنا داخل الماتش، يعني ليه هو أنا حاطط في دماغي إن أنا داخل ماتش كورة ان انا لازم اغلب؟ لا طبعا، ابقى حاطط احتمال ان انا ممكن اتغلب والمره الجايه ممكن انا اللي اغلب عادي جدا، ما يبقاش الموضوع مؤثر لدرجه ان هو ياثر على حالتي النفسيه والصحيه. طبعا فمن ضمن الحاجات زي ما قلنا انه بتخالط الناس عشان ما يحصلكش ما تدخلش في مود الاكتئاب، الى جانب يا استاذ هدير بتشوف ممارسه نشاط اخر يعني او هوايه اخرى عشان ما تبقاش شحنه المشاعر اللي جواك وشحنة التحيز والتشجيع اللي جواك كلها ناحية كرة القدم وكلها ناحية المباراة اللي موجودة وكلها ناحية الجمهور اللي موجود. لا، أي حاجة ممكن تشدك تاني، لعبة مختلفة، شطرنج، طاولة، أي لعبة على الموبايل مع أصحابك، فده ممكن يغير شوية من مودك ويخليك الشحنة كلها موجودة على موضوع التشجيع. واحنا يمكن زمان كنا شايفين انه كل مشجعي الاهلي والزمالك ما كانش فيه الحاله اللي حاصله يعني قريب دي من مساله الاحتدام ما بينهم، حتى نجوم الاهلي والزمالك كان في صداقات كبيره جدا جدا ما بينهم، وده مهم جدا انه نحافظ على هذه الحاله من يعني الروح المعنويه المرتفعه ما بين الفرقتين. النجوم حتى دلوقتي بقينا بنشوف ان هم نفسهم بيتكلموا عن ده، نشوف صوره مشرفه للكره المصريه ينعكس ده على المشجعين. ده هو انا عايز اقول لحضرتك هو جزء من متعه الكوره وجزء من انها تبقى مسليه ان الجمهورين يبقوا قصاد بعض، وده يتغلب مره وده يغلب المره اللي بعدها، ويبقى في تنافس زي ما انت فاكره زمان اهلنا كانوا يقعدوا على القهوه مع بعض، يقعدوا في البيت مع بعض، ده اهلاوي وده زملكاوي، ويضحكوا ويهزروا بعد الماتش ومفيش مشكله. لكن علشان يوصل الموضوع بيك الى درجه انه ياثر على صحتك النفسيه والعصبيه،
ده شيء خطير جدا ما نحبش ان احنا نوصل ليه، وده طبعا ويفقد كرة القدم متعتها الحقيقة يعني لما الموضوع يوصل لحد كده بتخفف قوي من حدة التوتر. صحيح، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور شريف حتى استاذ الصحة العامة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طيب كمان دلوقتي احنا بنتكلم عن يعني ايام بتفصلنا عن افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 56، يعني فرصة كبيرة لكل عشاق القراية الحقيقة بيستنوا المعرض من السنة للسنة، ويعني بيعتبروا المعرض هو الحدث السنوي الأهم بالنسبة لهم. نشوف كل الإصدارات الجديدة اللي بتطرح داخل الأسواق، نشوف إقبال كبير من كمان الأسر المصرية بعد افتتاح جناح خاص للطفل، مش بس علشان يشتروا كتب بس، لكن كمان هي بتبقى يعني فسحة كبيرة للأسرة المصرية، متنفس للروح وللعقل، ونوري ولادنا أهمية القراءة خصوصا الجيل ده اللي خلاص طالع كل اللي في دماغه سوشيال ميديا، يمكن فقدوا متعتهم في القراية، ما يقدروش يقروا كتاب، هيجوا على الصفحة التالتة ويبقوا خلاص عايزين يقوموا يعملوا حاجة تاني غير الكتاب اللي هم ماسكينهم في ايديه. فمهم جدا الزيارة الأسرية لمعرض الكتاب، لكن في شوية نصايح لازم تكون معانا واحنا رايحين المعرض، نعرف زي ما بقول لحضراتكم ايه الإصدارات الجديدة اللي موجودة داخل المعرض، الكتاب المتواجدين أنا عايزة أقرأ لمين، هروح فين، مكانه موجود فين، لأنه في جهود كبيرة معمولة في معرض الكتاب ويعني أشياء كثيرة متاحة قدام الجمهور، فلازم يكون يعني معانا كده كتالوج وعاملين ميزانية كويسة، عارفين احنا رايحين هنشتري ايه و عايز اشتري كم كتاب واشتري في اي يوم. يعني هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل دلوقتي، معانا استاذ اسلام وهبان الناقد الثقافي، اهلا بحضرتك يا فندم. لو احنا بنتكلم عن معرض القاهره الدولي للكتاب، حضرتك شايف انه وانا رايح المعرض المفروض ان انا اكون مقرر ايه الكتب اللي انا عايز اشتريها، ولا انا هشوف هاخد لفه داخل اروقه المعرض هكون عارف بالظبط انا عايز اقرا لمين، ده مكانه موجود فين، واروح واشوف هناك واقرر انا ممكن اشتري ايه؟ يعني في البدايه انا برحب جدا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. بالفعل يعني احنا يعني بقسمنا ايام قليله عن انطلاق الدوره 54 لمعرض القاهره الدولي للكتاب، واللي بيقام في مركز مصر للمعارض الدوليه. يعني زي ما حضرتك قلتي في المقدمه انه رحله ثقافيه مهمه جدا لاي اسره مصريه، ومحفل ثقافي كبير لازم الناس تبقى مجهزه له من دلوقتي، ومش بس للناس اللي بتحب تقرا، لا حتى اللي لسه عايزين نحببه في القراءه وفي عالم القراءه بشكل عام. لازم يكون معانا ومتواجد، بالذات الاطفال، عشان السنه دي تحديدا فعلا زي ما حضرتك قلتي في فعاليات كتيره قوي معموله في قاعه خاصه للطفل، مش بس كتب الاطفال، لا في كمان فعاليات كتير. يعني المعرض السنه دي فيه اكثر من 500 فعاليه ثقافيه متنوعه، ودي حاجه مهمه جدا. انا يعني من الحاجات اللي يعني حابب اقول للناس كلها انها تحضر الفعاليات دي، لانها فعاليات مهمه مع كتاب ومع مؤثرين. يعني السنه دي هيبقى فيه كمان فعاليات ليها علاقه بصناع المحتوى على المنصات الرقميه، فده هتبقى حاجه مهمه للناس تدخل وتتابعها. في فنانين هيبقوا موجودين وندوات ليهم، ده من الحاجات المهمه. اما بالنسبه للنصائح اللي انا حابب اقدمها لزوار معرض القاهره الدولي للكتاب، يعني لازم قبل ما تروح المعرض تبقى مجهز قائمه بمشترياتك. يعني صعب جدا انك تزور المعرض وتدور انت مع نفسك على الكتب في اكثر من 1000 جناح للناشرين، فلا يفضل انك تكون مجهز قائمه مشترياتك من قبلها وحاططها في ليست مثلا او نوت او على الموبايل معاك، وده شيء مهم جدا، وده تقدر يعني تحدده من خلال زيارتك ل اما صفحات مثلا دور النشر او صفحات الكتاب على منصات التواصل الاجتماعي او حتى جروبات القراءه، هتلاقي عليها ترشيحات كتير جدا تعرفك ده. كمان مهم يكون معاك خريطه المعرض او اماكن دور النشر تكون موجودة معاك على الموبايل، ده هيسهل عليك كتير قوي في الحركة هناك. كمان مهم انك تزور دور النشر الحكومية اللي يعني بتقدم اصدارات متنوعة وبأسعار مخفضة، لأن الأسعار بشكل أو بآخر يعني ممكن تبقى غير السنين اللي فاتت، لكن ده هيبقى مهم جدا، هتلاقي فيه لخبطات كتيرة. يعني كمان فكرة الفعاليات
السنه دي هتكون مميزه جدا، لان هيبقى في شخصيتين للمعرض وهما الشاعر الكبير صلاح جاهين وكمان رائد ادب الطفل كامل كيلاني. فهيبقى في فعاليات كتير قوي ليها علاقه بده، فيا ريت الناس برضو تبقى بشكل دوري عارفه ايه اللي ممكن يعملوه او ايه الفعاليات اللي ممكن يحضروها، عشان يبقى كتير جدا صعب انك تحضر كل الفعاليات، فلازم تكون محدد ده قبل ما تزور المعرض. ويا ريت الزياره نفسها ما تبقاش يوم واحد، لان يوم واحد هتبقى مرهقه جدا. يعني بقدر الامكان كل ما ينوع زياراته في اكثر من يوم ويحجز التذاكر اونلاين مثلا، بدل ما يتعب ويقف في شباك التذاكر هناك، لو يحجزها اونلاين ده يبقى شيء عظيم جدا. وده من خلال التطبيق، وكمان مسألة انه في وسائل مواصلات موجودة لحد معرض الكتاب من كل المحافظات. الحقيقة ان الواحد كمان يتمنى ان وزارة التربية والتعليم تعمل رحلات للطلبة لمعرض الكتاب، لانه في النهاية يمكن الأجيال دي بتستسهل دلوقتي، ويمكن كل الناس دلوقتي بنقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي تويتات، هم كم سطر خلاص بفهم الموضوع، لكن مسألة قراية الكتب الحقيقة انها تبقى هي مفتاح العقول. يعني الكتابة بورقة ده ليه غلاف مختلف خالص عن اللي بنقراه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليه تأثير مختلف على عقولنا وعلى نفوسنا. فمسألة معرض الكتاب فرصة كبيرة للي بيحب القراية، ولأي حد نفسه يخلي حد عنده يقرأ أنه ياخده ويوديه معرض الكتاب. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ إسلام وهبان الناقد الثقافي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعد نكمل فقراتنا، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن احنا نتكلم عن موضوع بيمس كل اسره مصريه، وهي مساله انه الزواج، اشتراطات الزواج، يمكن ده حديث الناس كلها. هي الفكره كمان في التاهيل ما قبل الجواز، وده الموضوع اللي يمكن يحدث الفارق. احنا بنتكلم دلوقتي عن حاله طلاق كل دقيقتين تقريبا، زي ما جهاز التعبئه العامه والاحصاء بيتكلم عن انه في تسجيل لحاله طلاق كل دقيقتين. طيب لما تفكر ده معناه ايه؟ معناه انه كم الاسر اللي انهارت في النص، كم الاطفال اللي تشتتوا، القضايا اللي مرفوعه في المحاكم، ويمكن كلنا دلوقتي كل واحد بيشوف ده حواليه وبيشوف نتاج اللي بيحصل. المساله في ايه اللي بيحصل؟ هل احنا الناس وهي بتطلق بيسيطر عليهم حاله من العناد بيجي بعدها كل اللي بيحصل؟ طب من البدايه ولو في اسره داخل يتقدم لها راجل، ازاي يقيموه؟ ازاي نتكلم عن انه انا بتكلم مع واحد قد مساله الجواز ومسؤوليه الجواز ولا لا؟ وفي نفس الوقت طبعا المراه، هل هي قادره انها دلوقتي تبقى زوجه ومن بعد كده ام تفتح بيت؟ هل في سن مناسب ولا لا؟ هل في فعلا حاله تاهيل حقيقيه بتحصل، ولا الموضوع خلاص هو جه وقت الجواز فبيتجوزوا بدون تاهيل؟ ويمكن نقاشات كثيره حاصله ما بين اساتذه الاجتماع عن مساله الطلاق الزياده اللي بقى حاصل، الحالة اللي هي حاصلة من عدم النجاح حتى والناس مستمرة في الزواج، البيوت ما بقتش زي زمان، موضوع ليه بقى معقد، اللي بيحصل. نتكلم كمان على تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، ويمكن من الحاجات اللي لازم نتوقف عنها هو الفحص الطبي اللي حاصل للمقبلين على الزواج، سواء بنتكلم عن تقييم للحالة الصحية والجسدية، وكمان بنتكلم عن تقييم للحالة النفسية. لازم الناس تتحقق من الخلو من الأمراض اللي تعيق الحياة الزوجية، ويكون في وضوح كمان مع شكل الصحة النفسية عامل إزاي. هل في أمراض نفسية تعيق الجواز أصلا ولا لأ؟ يعني أكيد كل أب وكل أم بيفكروا في ده وهم بيتقدم لهم عريس لبنتهم. في فرق ما بين المرض النفسي وما بين الطباع، هو ده اللي احنا عايزين نفهمه مع حضراتكم. بكل تأكيد دلوقتي معانا ضيفتنا في الاستوديو أستاذة ليديا جدلة الخبير النفسي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي يا هدير. أهلا بيكي. مسألة أنه أنا دلوقتي أسرة وجاي يتقدم لي حد، هل في فرق ما بين طباع أنا إزاي كأب أو كأم أعرف هو ده طبعه مثلا، ولا هو عنده بيعاني من مرض نفسي ما، المفروض أن أنا يعني أحس بالفرق ده إزاي، وده دوري، ولا إحنا هنا تيجي بقى أهمية الكشف الطبي النفسي اللي إحنا بنتكلم عنه؟ بصي، هفرق شوية ما بين المرض النفسي والعرض النفسي. كلنا عندنا عرض من أمراض نفسية.
كلنا بيجي لنا اوقات زعل مش مبرره، بصحى مزاجي مش لذيذ النهارده، بقلق على مستقبلي، بقلق على مستقبل ولادي، بشيل هم بكره الفلوس الدولار واللازي منها. دي اعراض. العرض بيتحول الى مرض نفسي لما المعاناه تتحول الى شيء بيأثر على حياتي اللي بنسميها الفانكشناليتي، ان انا اعرف امارس حياتي طبيعيه، ان انا اعرف اروح شغلي، ان انا اعرف اربي ولادي، ان انا اعرف ابقى عضو فعال في المجتمع. لما الحاجات دي تبتدي تتاثر يبقى انا دخلت هنا شويه في مرحله المرض النفسي، بالذات لو ابتدت تتاثر لمده مستمره اسبوعين او زياده. انما قعدت يومين ثلاثه مزاجي معكر شويه، مش رايقه، ماليش مزاج اشتغل، تمام. دي كلها اعراض نفسيه كلنا بنمر بيها. فاولا عايزه ارجع تاني لحاجه انت قلتيها في المقدمه، فيش اي مرض نفسي على الاطلاق يمنع من الزواج اطلاقا. نسبه المرضى النفسيين اللي تشخصوا بمرض نفسي او اللي ينفع يتشخصوا ان هم عندهم مرض نفسي في اي مجتمع في العالم 25%. فلو انت بتكلمي ان احنا 100 مليون، يعني انت بتكلمي في 25 مليون مننا عندهم مرض نفسي. هل ال 25 مليون دول هيضطروا ما يتجوزوش وما يشتغلوش، ما ينفعش يبقى جاري وما ينفعش يبقى متجوز اختي؟ مش صحيح. احنا عايزين نوضح هنا نقطة مهمة جدا. هي مسألة انه الكشف النفسي احيانا بيتكلموا عن انه يكون في توارث في المرض، اكيد كده نحدد المرض. فلما يتم التعامل مع المرض بطريقة طبية يبقى طبيعي الجواز هنا، طبيعي، وحتى ما يبقاش فيه الوصمه المجتمعيه اللي احنا بنتكلم عنها اللي ليها علاقه بالمرض النفسي. بصي، اتحسن قوي قوي نظرتنا للمرض النفسي في مصر الحقيقه، يعني في طفره في طفره في اخر 10 سنين، في طفره كبيره قوي في تقبل الموضوع، لدرجه ان احنا الاخصائيين النفسيين بقينا موضه شويه، انه انا رايح للثيرابيست بتاعي، انا راجع من عند الثيرابيست بتاعي بالظبط كده. الفكره انه العلاج بيخلي كل حاجة، كل جوازة تنفع جدا. أنا محتاجة الاختبار اللي بتقولي عليه ده مفيد جدا، إنما إحنا عندنا عائق إنه في أمراض هتظهر بعد الجواز. طب هعمل إيه ساعتها؟ يعني الأسسمنت ده هيكشف المرض الموجود دلوقتي لو في مرض موجود دلوقتي، إنما اللي هيحصل بعد كده هنعمل فيه إيه؟ فأنا مضطرة أتعامل معاه. فكرة الوراثة موجودة جدا، ونسبة الوراثة عالية جدا، بتختلف طبعا من مرض للتاني. إنما مش شرط إنه أنا عندي أب أو أم أو عم أو عمة بيعانوا من مرض نفسي معناه إن أنا هتوارثه 100%. ولو حتى توارثت الجين بتاعه مش شرط إنه ممكن يبقى كامل، مش شرط إنه يظهر غير لو تعرض لظروف معينة. طيب دلوقتي إحنا بنتكلم إنه لسه الكشف الطبي ده النفسي لم يتم تطبيقه. الاهالي جاي يتقدم لهم عريس، هو بنته كان حصل لها ازمه نفسيه سابقه، احنا برضو ما عندناش الثقافه النفسيه الكبيره، انا مش عارف هي ازمه ومش هتتكرر، ولا انا المفروض اقول للعريس عليها. شايف مثلا ان العريس عصبي قوي، العريس بيكذب في حاجات، هل دي تصنف ايه، مرض ولا عرض؟ حسب الاستمراريه ولا طبع. غالبا اللي انت بتتكلمي عليه دي طبعا انه ما في، يعني ما فيش مرض، يعني الا طبعا باثولوجيكال لاير، ده موضوع تاني، بس قصدي انه حد بيكذب عشان يخرج من موقف، يبقى انت بتتكلمي في حد عنده مشكله في شخصيته، ما هوش مرض نفسي. يعني هو محتاجين نعالج الحته دي في الشخصيه، انه مثلا عصبي لانه قليل الحيله فمش بيعرف يتصرف في المواقف، فبدل ما يلاقي حلول تانيه بيقلب الترابيزه عليكي. دي مش امراض نفسيه. ممكن يبقى عرض من مثلا حد قلق، فالعرض ده انه عصبي زي ما قلت لك، كلنا عندنا كده، اعدلي التابلو ده شويه، فده يبقى حته وسواس قهري، كلنا عندنا الاعراض دي. اقول ولا ما اقولش؟ اقول لو ده متكرر، وهقول بس في انهي جزئيه من العلاقه. يعني انا مش ممكن هاخد ابني واخش اتقدم لبنوته عروسه اقول لها مساء الخير انا ابني اسمه كذا، وعلى فكره هو مريض نفسي. ما فيش حاجه اسمها كده، زي ما انا مش هروح اقول مساء الخير انا ابني عنده ضغط وسكر. دي مش طريقه تعرف، لانه من ضمن صفاته الشخصيه انه عنده مرض نفسي. انما هو جدع وهو كريم وهو راجل وهو شايل مسؤوليه وهو متدين وهو ملتزم وهو وهو وهو، في ميزات كتيره قوي، وفي مثلا حاجات تانية بتحصل، ومن ضمن الحاجات الموجوده في شخصيته ان هو مريض نفسي. فمش ممكن دي تبقى المقدمه بتاعت اي حاجه في الدنيا. تعرفوا على بعض، الدنيا مشيت، حصل بينهم تآلف وكله تمام، لو في مشكله متكرره او مزمنه، الامراض النفسيه المزمنه مش كتير.
الامراض النفسيه المزمنه زي الفصام او اضطراب الوجداني ثنائي القطب، هما دول الامراض النفسيه المزمنه بس وعلاجهم مستمر. يعني دول هيحتاجوا ياخدوا حبايه للابد كل يوم بالليل، او مثلا حقنه كل شهر للابد. دي محتاجه اقولها. لو حصل مثلا، وده بيحصل كتير قوي الاطفال من سن 12 لسن 18 سنه، بيجي لهم وسواس قهري في لخبطه الهرمونات، في التوتر اللي هم عايشين فيه بيجي لهم وسواس قهري وبيروح. محتاجه اقول حاجه زي كده لما اقولها ليه؟ دي حاجه بنتي كانت بتعاني من حاجه زي كده وتعالجت، حبيت اقولها كان بها، ما هياش عيب. انما عدت منها. زي مثلا لو بنتي جالها ثعلبه، شعرها ابتدى يقع في مرحله ما، لان هي تعرضت لضغط فظيع جدا. محتاجه اتكلم في الموضوع ده ليه؟ هيفرق في ايه في شخصيتها؟ عظيم. احنا يعني هنكمل الكلام مع حضرتك، لكن خلينا نروح فاصل ونرجع. حديثنا مستمر مع استاذه ليديا جدالله خبيره علم النفس. نروح ونرجع نكمل الكلام. اهلا بحضراتكم من جديد. حديثنا مستمر مع استاذه ليديا جدالله الخبير النفسي. ويمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحاجات اللي بتحصل لابني او لبنتي وانا مش مضطره احكيها ما دام الموضوع خلص وما دام الموضوع مش مستمر معايا. طب ايه الحالات اللي انا المفروض فيها اتكلم واوضح للطرف الاخر انه انا بمر بشيء ما؟ زي ايه؟ زي لو انا مثلا حد بيجي لي نوبات هلع متكررة، في حد مثلا بيجي له نوبات هلع اجتماعي، ان انا بيبقى عندي مشكلة في التعامل مع الناس، بيجي لي وقت ببقى متوترة قلقانة، مش بعرف ابقى في حتة زحمة او في احتفال ما، مش فبالذات لو الشخص ده دي حياته، انا محتاجة اوضح كويس قوي ان انا عندي مشكلة في الحتة دي. اوقات بتبقى احسن من اوقات تانية، انما ده مش هيبقى المكان اللي انا مرتاحة فيه. مهم قوي ان انا اوضح حاجة زي كده. لو انا عندي جيني نوبات اكتئاب، انه مثلا مع دخله الشتاء، مع وقت معين في السنه، في تحت ضغط معين مش بعرف اتعامل معاه، فبخش في نوبه اكتئاب، محتاجه اوضح له. بس زي ما بقول لك برده بتبقى في مرحله في العلاقه، احنا اتعرفنا على بعض كفايه انه احنا شفنا ميزات بعض. انا دايما اقول في الجواز ما بقيمش حد حسب ميزاته، انا بقيم هعرف استحمل عيوبه ولا لا، هتعامل مع العيوب دي، هتعامل مع العيوب دي ازاي. برافو عليكي. فانا لقيت الشخص ده شخص ميزاته وعيوبه مناسباني، فممكن ابتدي اصارحه انا عندي الحته دي محتاجه مساعده فيها. هنا الصراحه مهمه جدا. طيب احنا كل ده بنتكلم على فرق مرحله التعارف، ولو انا شفت حاجه في مرحله التعارف اتعامل معاها ازاي، لو الطرف الثاني كان كريم بما فيه الكفايه انه يعرفني عنه اكتر. طب انا اتجوزت وده بيحصل كتير، صح، وبعدين نكتشف طباع صعبه جدا 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 مش قادره اتعامل معاها، او نكتشف ادمان مثلا وده بيحصل كتير. طب التعامل هنا المفروض يكون عامل ازاي؟ طالما حصل جواز يبقى محتاجه ابذل كل الجهد اللي في الدنيا عشان الجوازه تكمل على خير، بالذات لو في اطفال. فمحتاجه ان انا اخد الشخص ده اروح معايا لاخصائي نفسي حسب برضو المشاكل اللي انا شايفاها، فاروح معايا يا اما لطبيب نفسي يا اما لاخصائي نفسي، ومحتاجه ابتدي معاه خطوات العلاج وابقى بتابعه فيها. ما تبقاش رحله هو بيعملها لوحده، لا، انت جيت لي بمشكله دي حلها مع نفسك، شوف هتحلها مع نفسك ازاي، مش هتتحل. فبالعكس الدمج في الظروف دي، السند في الظروف دي بيبقى مهم قوي، والنتيجه بتبقى اسرع بكتير قوي لما الزوج او الزوجه بيحسوا انه انا مش منبوز، انا بالعكس انا مسنود. انت هي بتتكلمي في نقطه مهمه جدا يا ليدي، انه الطرف الثاني ما يتخضش. طبعا هو عنده ازمه لكن بتتحل. طبعا هتخض، ما جراش حاجه لو اتخضيت، لانه انا هتخض، بتعرض الحياه بتحصل، فالحياه فيها حاجات بتخضنا كتير قوي، انما انا مش بقف عند الخضة ومش هقلب عليك لان انت اتعرضت او حطيت نفسك حتى في موقف انا مش موافقه عليه. ما هو امال هو الجواز لسميته ايه؟ فانا اتحطيت في موقف او انا حطيت نفسي في موقف انت مش موافق عليه، ده مش معناه انه اخبطي راسك في الحيط او شوفي هتحلي مشكلتك ازاي. فطبعا مهم قوي انه يبقى فيه شراكه في العلاج ده. الناس اللي بتتوقف وتتخض وتقول لك هنا انا عايزه اطلق، انا مش هكمل خلاص، ده مدمن، دي حتى ممكن تحصل ازمات طلاق على حاجات اقل من كده بكتير. مظبوط. شايفه انه ده سبب في زياده نسبه الطلاق اللي احنا بنتكلم فيها؟ بصي انا شايفه انه سبب
أساسي في زيادة نسبة الطلاق غير الصعوبات المادية إن إحنا خلقنا بقى ضيق. أنا ببقى عايزة جوازة زي ما أنا بشوفها على السوشيال ميديا ألا وهي كذبة كبيرة قوي، فأنا بصدق إنه هي دي الحقيقة، فبعتبر إنه أنا أستاهل ده طالما فلانة خدت ده وفلانة، يبقى أنا أستاهل الشيء ده، وده مش موجود. ده بيبقى موجود لغاية الفرح، أول بقى ما يتقفل عليها بيبتدي بقى الحقيقة والمسؤوليات والفواتير والمكواجي واللازم منه ظهره. فقلة الصبر، قلة الاستعداد على المثابرة، قلة الاستعداد على لبناء الحلم مع بعض. احنا ما بنحطش أهداف مع بعض، أنا بيبقى هدفي احنا ما بنتربوش على ده، يعني ما فيش حالة التأهيل دي قبل الجواز، فكل واحد بيبقى داخل بتخيلاته وبعدين بتحصل حالة الصدمة. مع الأسف أنا عندي مشكلة كبيرة قوي إنه السوشيال ميديا ليه جزء كبير قوي في تربيتنا. إحنا بنصدق السوشيال ميديا أكتر بكتير قوي ما بنصدق أهالينا، حتى لو أهالينا بذلوا فينا كل الجهد إنه يا حبيبتي مش هو ده المطلوب، يا حبيبي مش هو ده اللي احنا بندور عليه. ما انا بشوفها في الموبايل اهو، ما في ناس عايشه زي ما انا متخيل انه العيشه المفروض تكون. فلما بتواجه بالحقيقه بيبقى سهل قوي ان انا اقول مش عايز، انا هدور على غيره. ما بقاش فيه، مع ان احنا شعب مسافر جدا، واحنا شعب ترميه في الحيطه يرجع لك تاني، احنا شعب قوي جدا جدا عاطفيا كمان، انما ما بقاش عندنا قوه الاحتمال لانه الهدف كان الجوازه. الفرح الهدف ما هواش العلاقة، ما حطناش بينا وبين بعض أهداف نشتغل عليها مع بعض. الحقيقة ده حديث يعني يحتاج أكتر وأكتر كمان من الوقت. صحيح. مسألة أنه نشتغل مع بعض على استمرارية العلاقات وقوة هذه العلاقات ده شيء مهم جدا. حديثنا مستمر إن شاء الله في علاقات أخرى. احنا بنشكرك شكرا جزيلا أستاذة ليديا جدالة خبير النفسي، نورتينا في التاسعة. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة من التاسعة، ودايما دمتم بخير. We'll be right back.